الامتنان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ما دعاني حقيقة إلى طرح هذا الموضوع في مثل هذا اليوم مع كثرة ما يجب أن يتكلم فيه الإنسان حتى يتحير الخطيب لعمر الله ماذا يختار وعما يتحدث في هذه المدلهمات التي تصيب الأمة والوطن والناس في هذه الأيام. لكن تبقى فرقة الأحباب وفقد الأصحاب وفقد الصالحين وفقد العلماء فلمة في الإسلام لا يسدها شيء، لا يسدها شيء. بالأمس القريب فقدنا أخا حبيبا غاليا، خطيبا مفوها وأسدا من أساد المنابر في هذه البلاد. فقدنا رجلا قل نظيره وعز وجود مثله، هو خطيب من خطباء هذه الثورة المباركة، وهو رئيس لقسم الشؤون الثقافية والدعوية بأوقاف بني غازي، هو رجل حباه الله عز وجل وارتقى منبر هذا المسجد الماضية، هو أسد لله عز وجل وأسد لرسوله، مدافع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، رجل معتدل بعيد عن الغلو والتطرف، يحب ليبيا ويحب أهلها ويحب صلاح حالهم ويحب اجتماع كلمته ويحب وحده. قاتل الله قاتليه وعوضنا فيه خيرا وجعل الجنة مثواه وألحقنا به على الإسلام. يخرج من صلاة العشاء، يخرج من صلاة العشاء وقد أدى فريضة الله عز وجل، ليلقاه القتلة الخونة خفافيش الظلام، يلحقوه بالركب الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مات الشيخ نبيل صافي رحمه الله عز وجل على قاتليه من الله ما يستحقون، وأبقى في القلب لوعة وفي العين دمعة وفي القبر صبر ورضا بما جاءت به مصائب الدنيا وما قضاه الله عز وجل. عسى الله أن يجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته، هو وجميع موتى المسلمين. أيها الأحبة الكرام، رب امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، كم من آمال عريضة وأمان واسعة ورغبة في نعيم الدنيا ورغبة في البقاء والخلود فيها، يقطع كل ذلك الموت حين يأتي بغتة فيخرج الروح من هذه الدنيا الضيقة إلى ما قدمت بين يديها بين يدي الله عز وجل. فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تغرنك الدنيا وزينتها، انظر لأفعالها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فاتقوا الله عز وجل، ولنعلم جميعا أننا عن الدنيا راحل، فلنتق الله في أعمالنا، في أولادنا، في جيراننا، في بلدنا، في دماء المسلمين، في هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به. عسى الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ويجعلنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرح قلوبنا وفرج كروبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنهم قد نزلوا بك وأنت خير منزول به، فقيرون إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، أدم الأمن والطمأنينة والمحبة والسكينة في قلوبنا وبين ربوعنا، اجعلنا إخوة متحابين، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.